يقول فضيلة الشيخ: حجة من يحتفل بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيما معناه: ذلكم يوم ولدت فيه، فما رأيكم؟ نعم، نقول رأينا على العين والرأس. صوموا يوم الاثنين، من يمنعكم من صيام يوم الاثنين؟ صوموا يوم الاثنين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وهم لا يبالون بيوم الاثنين، يحتفلون ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول، سواء يوم الاثنين ولا يوم الثلاثة أو غيره. ومع ذلك من الناحية التاريخية لم تكن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر، هذا ما حققه علماء الفلك، وقالوا إن أقرب شيء أن تكون ولادته في اليوم التاسع. ونحن نقول حتى لو ثبت من الناحية التاريخية أنه في اليوم الثاني عشر، فإن الاحتفال به على الوجه الذي شرحناه آنفا من البدع، وهي لا تزيد الإنسان إلا بعدا من الله والعياذ بالله، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. جزاكم الله خيرا.